نروح لكابتن ابراهيم صلاح، نجم من نجوم نادي الزمالك ومدير الفني بلدية المحلة. يا كابتن ابراهيم اهلا بيك. محمد ازيك عامل ايه؟ اخبارك يا كابتن؟ وحشني جدا. ربنا يخليك انت اكتر والله الحمد لله. دايما نيجي نتكلم على ماتشات اهلي وزمالك يقولوا خط النص اهم حاجه، اللي هيسيطر على خط النص في شكله الدفاعي وشكله الهجومي هيبدا يبان بشكل افضل ويقدر يستغل ده. شايف خط نص الزمالك يبدا بيه ازاي جوزيه جوميز في لقاء بكره؟ اعتقد ان هو الراجل واضح من اول ما موجود مع نادي الزمالك بيحاول يشتغل بشكل كبير جدا على حته الاستحواذ على الكوره، وهو اللي يبقى متحكم في رتم اللعب. حتى في الموضوع عبد الله السعيد مع الناس كلها كان معلم ان هو بيبدا يلعبه من تحت رقم 8، او صحيح. اوقات بنحس ان هو رقم 6. فاكيد الراجل سياسته واضحه في موضوع ان هو عايز يعمل استحواذ وعايز يتحكم في رتم اللعب. اعتقد ان هو مش هيتغير، لان هو بقاله فتره طويله بيلعب بنفس السيستم، وجود دونجا وناصر ماهر وعبد الله السعيد ده اللي بيديله الافضليه، عايز يكتر لعيبه الكوره اللي هم الكويره في نص الملعب عشان يقدر يستحوذ خط نص النادي الاهلي. كمان عنده قوه كبيره جدا، وجود مروان واكرم وامام عاشور. فاعتقد ان هيبقى المنطقه دي في المباراه هي اكتر منطقه فيها كوره وفيها شغل كتير جدا، فاللي هيقدر يستحوذ بشكل كبير على نص الملعب هيقدر يستحوذ على مجريات اللعب كله ان شاء الله. حلو حلو جدا. هل الافضل زي ما الجماهير بدات تتكلم على السوشيال ميديا، واحنا كمان بنتابع الجماهير والجماهير بيبقى ليها ساعات اراء مهمه طبعا جدا، هل الزمالك هيبدا بناصر وعبد الله ودونجا سته وحيد في ماتش زي كده، ولا ممكن نشوف دونجا شحاته عبد الله يعني وناصر يكون ورقه مدير رابحه؟ انا بقى له يعني راي او شغل هو بيشتغله مع اللعيبه، هو اضرب حالتهم الفنيه غير الناس مش شايفه، الناس بتشوف يوم الماتش بس. ممكن الزمالك يكون الجمهور يقول لك لا احنا نامن اكتر بوجود محمد شحاته جنب دونجا ونستغنى عن واحد من عبد الله او ناصر. فاعتقد ان المدير الفني بيبقى له راي تاني خالص، او هو عارف شغله مع فرقته والسيستم اللي هو ماشي بيه. فاعتقد وجود دونجا وناصر وعبد الله ده اللي هيبتدي بالمباراه. يعني مين العنصر اللي انت شايفه في خط نص النادي الاهلي هيعمل قلق في اللقاء؟ يعني شايف لو هتقول لي الكلمه للعيبه خط نص الزمالك يقفلوا على مين اكتر؟ مروان، امام، اكرم؟ اعتقد ان وجود امام اخطر، لان امام هو اللي عنده الحته الهجوميه بشكل كبير، عنده تسديد. يعني مروان واكرم لعيبه كويسه جدا وما شاء الله عندهم استمراريه طبعا. في الفتره اللي فاتت وادائهم كويس جدا. لكن امام المختلف شويه عن الاثنين التانيين ان هو عنده حته الهجوميه بيقدر يكمل فراوده. حتى لو لاحظت اخر مباراه للزمالك اما امام جاب الجون في نهائي الكاس، فاعتقد ان هو طب على ذكر الكلام عن امام، الزمالك عنده عبد الله السعيد، عبد الله السعيد لعيب بخبرات كبيره جدا، هل طبعا عبد الله السعيد هيقدر يواكب نفس ظل السن طبعا ده، هيقدر طبعا يواكب لعيب زي امام بلياقته طبعا وبسنه؟ طبعا امام وعبد الله طبعا مين فيهم ممكن يتغلب في لقاء بكره؟ لا مش موضوع يتغلب، بس عبد الله بياخد نفس الادوار دي، وناصر ماهر عنده نفس الادوار بتاع اللي احنا بنتكلم عن نص النادي الاهلي. فبنقول امام هو المختلف شويه، لكن لما تيجي تتكلم على خط نص إمام اللي عنده الزمالك نزعة هيتغلب هجومية. بالظبط اكتر، لانه بيكمل وبيسدد وبيكمل، يعني بيحاول يلعب لقدام كتير. فهو مختلف شويه عن مروان وعن اكرم توفيق، لكن عبد الله وناصر بيعملوا نفس الحاجه دي في خط نص نادي الزمالك. وعشان كده الراجل بيلعبهم في نص الملعب عشان يقدروا يكملوا، واحد فيهم بيقدر يكمل الهجمه ويشتغل كانه صانع لعب. يعني طب أسألك سؤال يا كابتن مهم جدا، النادي الأهلي بيفكر يضغط عالي على نادي الزمالك، شايف ايه الحل اللي في دفاع نادي الزمالك بعد ما ظهر تذبذب كبير جدا؟ شفنا حتى لقاء الكاس واحنا على الشاشه امامنا صوره عبد الله وامام، عبد الله اتقطعت منه الكوره راحت لقفشه، امام زاد وسجل منها امام، ازاي الزمالك يقدر يخرج من الضغط العالي اللي هيعمله عليه النادي الاهلي في ظل تذبذب اداء نادي الزمالك الدفاعي؟ لا بص، هو المباراة دي مش هنتكلم عن اللي فات خالص. يعني ماشي. حتى لو أنا بلعب من 3 أيام مباراة وخسران فيها 5 وعندي لقاء الزمالك والأهلي، هيبقى بمستوى تاني خالص وتركيز تاني خالص وأداء تاني خالص. يعني مش هتكلم عن الفترة اللي فاتت، لكن أكيد المدير الفني بيقدر يشتغل مع اللعيبة على إزاي لو الفريق اللي قدامي هيضغط عالي إزاي أقدر أشتغل في ظهر خط النص. لأن الضغط العالي ده زي ما هو له ميزة له عيوب كتير. إن أنت لو اتضربت في منطقه نص الملعب بتمثل خطوره كبيره عليا، فانا اقدر العب من ظهر نص الملعب. ممكن يعتمد ان على الكور الطويله على طول مش هقدر، بدل ما اضغط عليا عالي مش هحضر. فطبعا المدير الفني بيتكلم مع لعيبته في صحيح. كل النقط دي، سواء نادي الاهلي بيعمل زون وبيقفل من ثلثين الملعب او بيقفل بيضغط عالي. فاعتقد ان مدير فني فحلولك هيكون كبير شكلها مختلف. طب على ذكر يا كابتن، على ذكر الكلام على
اللعيبه او الشكل اللي بيختلف من فتره ده ملوش علاقه بماتش اهلي وزمالك. طبعا. لو رحنا للشق الهجومي عندنا في وسام ابو علي هداف الدوري تالق بشكل طبعا. كبير، وفي في الزمالك سيف الدين الجزيري. سيف الدين زي ما حضرتك قلت انا بتفق معاك ان لقاءات الاهلي والزمالك ملهاش علاقه بما هو قبل اللقاء. شايف مين عنده حظوظ اكتر في اللقاء زي كده؟ مين فرقته تقدر تموله بقى بكرات ويقدر يسجل، سيف ولا انت وسام؟ لو بتتكلم بالورقه والقلم هتقول مثلا وسام كفته ارجح، لكن اخر مباراه لسيف اللي شفنا هو اللي مسجل الجونين وبيكسب نادي الزمالك اخر مباراه مباراه ضد النادي الاهلي الاهلي. ايوه بالظبط. فانا عايز اقول لك ان الموضوع مختلف تماما. انت النهارده حاله الفرقه ايه؟ النهارده حاله الفرقه بتاعتي كويسه وقادر استحوذ وقادر اشتغل كويس في الشق الهجومي، هتلاقي سيف الجزيري كويس. نادي الاهلي نفس الكلام، قادر يستحوذ ويشتغل وبيهاجم بشكل كويس، هتلاقي وسام بيقدر كتير. فاعتقد ان المباراه يعني ما لهاش اي حاجه ان احنا نقدر نتكلم بالورقه والقلم، لا احنا هنستنى ونشوف الحاله وقت المباراه ايه، والفريق هو لا بشكل كويس. اتمنى التوفيق طبعا لنادي الزمالك واعملوا مباراه كبيره نقدر نفوز بالمباراه دي ان شاء الله. وفي نفس الوقت احنا بنلعب بره مصر، فعايزين نقدم مباراه كبيره تليق صحيح. باسم الفريقين، اكبر فريقين في افريقيا والشرق الاوسط، وجمهورنا يستمتع ونقدم مباراه كبيره تليق باسم الفريقين. يعني يعني أنا عارف حضرتك وقتك في تدريبات وفي شغل مع المحلة، ولكن آخر سؤال أسأله لحضرتك، جمهور الزمالك عمال يشير كمية القائم والعرض اللي بيشوطها زيزو، بيقول لا يا رب ابعد ده عن زيزو. جمهور الأهلي بيشير كورة الشحات في نهائي القرن والكورة اللي ضاعت بشكل غريب. الاتنين دول لعيبة كبار جدا، ولو الاتنين فايقين يفيدوا طبعا الفريق طبعا بشكل كبير. مين ازاي زيزو يظهر بشكل قوي مع الزمالك، وازاي الزمالك يقدر يحجم حسين الشحات بصفه حضرتك بتتكلم عن نادي الزمالك؟ طبعا. انت بتتكلم عن اثنين من اكبر مفتاحين لعب للفريقين في الفتره الاخيره. زيزو زي ما احنا عارفين مستواه ثابت، لعيب كبير عنده تاثير هجومي قوي جدا سواء بالتسجيل او بالاسيست. فزيزو ماشي بشكل كويس جدا، وان شاء الله تكون حالته الفنيه كويسه بغض النظر بقى عن سوء الحظ اللي كان بيقابله ان الكره ممكن عارضه او حاجه، لا ان شاء الله التوفيق يكون معاه. حسين كمان لعيب كبير جدا الفتره الاخيره، ده صحيح. شايفه من افوق اللعيبه في النادي الاهلي، عنده حلول كبيره جدا في الناحيه الهجوميه، بيدخل لجوه، بيقدر يسجل، بيقدر يعمل اسيستات بشكل كبير. فاعتقد ان الاثنين دول هيبقوا مفتاحين لعب مهمين جدا عليك. نادي الزمالك طبعا لازم اضيق المساحات كتير على حسين، ان الراجل هيروح يعني سواء في المكان اللي بيلعب فيه لازم اللي بيلعب عليه يقدر يضيق عليه المساحات شويه عشان ما ياخدش راحته او ما يبقاش عنده مساحه ان هو يلعب مرتاح جدا. فاعتقد ان الاثنين دول هيبقى عليهم دور كبير في المباراه، واللي هيقدر يتالق ويبقى مستواه كويس في الفتره دي هيرجح في كافة فرقته بشكل كبير جدا في المباراة. يعني كلام محترم جدا يا كابتن. وهل خسارة أي فريق أو فوز أي فريق يأثر على مسيرة أي مدير فني سواء كولر أو جوميز؟ أنت عارف دايما مباراة الزمالك والأهلي دي ويبقى لها تأثير شوية مع الجمهور بغض النظر عن المدرب عامل إيه. يعني مستر كولر أعتقد واخد كل البطولات اللي شارك فيها، لا قدر الله يجي يخسر مباراة الفريق بتاعك تيجي تلاقي الدنيا مقلوبة. جوميز نفس الكلام، بيكسب بطولة أول مباراة لا قدر الله يخسرها تلاقي الدنيا اتقلبت عليك. فأعتقد الموضوع الأهلي والزمالك والزمالك والأهلي ده بيبقى له حساسية معينة وليه حاجة عند الجمهور شوية. فمن ناحية إن هو هيأثر، هيأثر بشكل كبير جدا على مدير فني، على لعيبه معينه، على كل حاجه، لان المباراه دي انت عارف دايما ان هي بتفضل معلقه مع الناس بشكل كويس. لكن الطبيعي في الكوره ان دي مثلا بطوله من مباراه واحده اي حد بيكسبها، انت لسه بتبتدي موسم جديد والنادي الاهلي بيشارك في بطوله ابطال الدوري انتر كونتيننتال ودوري الابطال والزمالك بيشارك في الكونفدراليه ولسه بدايه الدوري، فان انت هتبدا تفوق تاني وتشتغل. لكن انت في مصر هنا او مع جمهور الزمالك والاهلي في المباراه دي الموضوع بيأثر بشكل كبير جدا، وممكن تأثر على مسيرتك انت كمدير فني او كلاعب في النادي الزمالك ونادي الاهلي. يعني يعني بتمنى التوفيق ان شاء نتمنى الله لنادي التوفيق. انا مش الزمالك عارف ازاي بس انا وتكون اتمنى التوفيق بدايه كويسه للفرقتين، جدا. هي صعبه نتمنى التوفيق للفرقتين، ولكن نتمنى نشوف كوره جيده، كوره تكون مشرفه للرياضه المصريه بالظبط والافريقيه كده. كمان. والفائز هنقول له مبروك، والخاسر نقول له هارد لك. كابتن ابراهيم استمتعت بالكلام الفني مع حضرتك سواء عن نادي الزمالك او بكلامك عن النادي الاهلي. شكرا جدا كابتن ابراهيم صلاح. طبعا